بشكر اولا ويليام فرانسيس على التقرير، لعيب كره جامد جدا، محلل جامد جدا، اصبح اعلامي في الوقت الحالي، مدرب في قطاعات الناشئين، شاف وجه بحري في الفرق، شاف دوري الدرجه الثانيه، خبرات كبيره جدا تراكمت عند واحد من اهم النجوم في تاريخ الكره المصريه. منورني ومشرفني المدفعجي محمد صبري. انا طبعا اللي سعيد جدا 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 يا محمود ان انا موجود معاك النهارده، ودايما الحقيقه كنت بتابعك من اول برنامج سوبر ليج، وكنت الحقيقه بستفيد جدا من حواراتك، وبستفيد جدا من المحتوى اللي بتقدمه، وسعيد طبعا بالبرنامج الجديد بتاعك، وبارك لك وان شاء الله باذن الله يبقى على نفس المنوال اللي انت ماشي بيه. وبشكر طبعا فريق الاعداد على التقرير الرائع اللي انا شفته ده، ودايما موفق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. دايما النظر لمحمد صبري في المقام الاول انه الناس تشوف حاجه كبيره، لكن في عقلها الباطن انه كان ده ممكن نشوف قده 20 مره. صحيح. انا بقارن ما بين مشهد لاعبي المنتخب الاولمبي المحطوطين في ضغوطات نفسيه فقدروا يتخطوها ويوصلوا لسيمي فاينل الاولمبيات، وبين محمد صبري اللي قال في يوم من الايام انه لو كان في الزمالك تاهيل نفسي زمان زي مزبوط. دلوقتي انا كان في مواقف معينه ما قدرتش اتخطاها انا في الزمالك. طبعا كان الموضوع تحكي لي عن ده شويه. الموضوع كان هيبقى مختلف تماما يا محمود. يا الحقيقه يعني الاعداد النفسي بعد ما بطلنا بقى كوره وبدانا نتكلم في التدريب او نتكلم في التحليل، فالاعداد النفسي للاعيب العربي مهم جدا جدا، مش بنفس الاهميه للاعيبه في اوروبا لان هي عندهم الثقافه دي من الصغر يعني. ولكن احنا عندنا دايما اللاعب العربي او اللاعب المصري محتاج جدا اعداد نفسي سواء من المدرب، ودلوقتي في التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي يبقى لازم موجود كمان من ضمن الجهاز بتاع المدير الفني، يبقى فيه طبيب نفسي للاعيبه علشان يقدر يتعامل مع اللاعيبه، سواء اللعيبه اللي بتنطلق او بتنور بسرعه فمحتاجه دكتور نفسي يقدر يتعامل معاهم ومع انفعالاتهم ومع شده انفعالاتهم النفسيه. والحقيقه لو كان الوقت اللي احنا كنا بنلعب فيه كان موجود التكنولوجيا دي دلوقتي كان الموضوع هيفرق معايا كتير جدا. ايه اللي انت ما قدرتش تتخطاه نفسيا في مسيرتك مع الزمالك واللي انت بتشوف ان ده كان مؤثر عليا في بقيه المسيره؟ يمكن انت برضو يعني ما بتدعيش المظلومية، ولكن لما يكون برضو لعيب كورة او شاب جاي من الشرقية ووحيد اهله، يعني اهله ما فيش غيره هو واهله ناس يعني بسيطة جدا، وما تقدرش تتواصل معاه، وانت تيجي تقعد من انت عندك 14 سنة هنا في القاهرة لوحدك، فدي يعني. وبعدين بعد 4-5 سنين بقيت لعيب الناس بتشاور عليك ودخلت في مرحلة النجومية، فدي بتعمل شوية مشاكل لبعض اللعيبة، ودي كان أنا عانيت منها في الفترة دي. يمكن ما كانش يعني بالبلدي كان دي ما كانش حد بيوقفني، ما كانش حد يقول لي لا استوب هنا، لا استنى هنا، دماغك شطحت فما حدش بيقول لي بس. بالظبط كده بالظبط كده. وما فيش اللي يقدر يقاومك، حتى شوية المدربين طبعا ساعدوني كتير جدا سواء في قطاع الناشئين او في الفريق الاول، ولكن في النهايه برضو انت الشخصيه بتطغى شويه عليك ومالكش رادع يعني، فدي كانت بتاثر او تاثر على اي لعيب كوره طالع، ودي كانت من الحاجات اللي اثرت فيا يعني.